بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في مادة التربية الإسلامية ضمن مدخل الحكمة، وبدرس جديد وبعنوان جديد. وهو هذا الدرس ويأخذ من النص الثاني من النصوص التشريعية بعد القرآن الكريم، ألا وهو الحديث النبوي. إذن بهذا الحديث، من يأخذ عني هذه الكلمات؟ نرى هذا الدرس لنعرف ماذا يأتي به هذا الحديث من معاني ومن قيم نتحلى بها نحن المسلمون. إذا نبدأ قبل ذلك بتقويم تشخيصي، مفاده ما يلي: ماذا يفيد كون الحيوانات أمما مثل البشر؟ قارن بين المسلمين والنصارى في معاملة الحيوانات. ما هي مظاهر تسخير الحيوانات للإنسان؟ قدم بعض مظاهر الإحسان إلى الحيوانات. هذه أسئلة لكم أعزائي التلاميذ أن ترى، وأنت الآن تسمع معي هذا الدرس، ماذا ترسخ في ذهنك من الدرس السابق، وهو الإحسان إلى الحيوانات والتعامل معهما. إذن ثم ننطلق مع ذلك إلى مدخل تمهيدي، بحيث عزيزي التلميذ، حين تسمو النفوس وتكبر الآمال وتصبح الحياة عامرة بالتقوى وفضائل الأعمال، تتطلع النفس البشرية إلى معرفة الفضائل والمكارم، فتصبح العبادة محبوبة إلى النفس، وتصبح الطاعة سجية من سجاياها. فرسولنا الكريم في هذا الحديث النبوي الشريف الذي بين بين أيدينا، سيوضح لنا سبل الخير، ويرشدنا إلى مدارج العز في وصايا ثمينة غالية. إذن هذا بعد أن بلغنا بكم من مدخل التزكية ومدخل العقيدة ومدخل القرآن، تزكية القرآن الكريم، ومدخل الاستجابة، ومدخل الاقتداء، ومدخل القسط. الآن نصل بكم بعد تثبيت ما هو كل من العبادات وكل من الإيمان وكل من العدل، إلى الرقي بالنفسي إلى درجات عالية، حيث تصبح هذه النفس بسلوكها الجميل وتصفو على الأعمال خلقا حسنا ومكارما وفضائل. هذا ما نريد من هذا الدرس، وهو الحديث الذي بين أيدينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا وقال: اتقي المحارم تكون أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. إذن نحن هنا، من هل أخذنا عن هذه الكلمات أو تعلمناها؟ لأن نحن سنأخذها كذلك وسنتعلمها ونعلمها لغيرنا إن شاء الله، لكن ذلك ليس قبل أن نتعرف على معانيها. فما معنى اتقي المحارم لتكون أعبد الناس؟ ومعنى الرضا؟ وما معنى الإحسان إلى الجار؟ وما معنى تحب الناس ما تحب نفسك؟ وما معنى لا تثير الضحك فإن كثر الضحك تميت القلب؟ قبل ذلك، أو عفوا، أن روي هذا الحديث هو الترمذي في أبواب الزهد، باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس، باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس. إذا بعد ذلك نقوم بالتعرف على هذا الراوي الذي روى الحديث، الذي أخرج الحديث، وليس الراوي، عفوا، الراوي هو أبو هريرة، والذي أخرجه هو الترمذي. الترمذي هو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، المولود سنة 2009 هجرية، والمتوفى سنة إذن والمولود سنة 2009 هجرية، والمتوفى سنة 2079 هجرية.
عفوا 279 هجرية. كان التلميذي من خواص تلامذة البخاري، إذا هذا التلميذي هو تلميذ البخاري، من خواص يعني من أنجبهم وأحسنهم، شهد له العلماء بالعلم والحفظ والمعرفة بالديانة والورع، حتى إنه لغلبة الخشية عليه كف بصره آخر عمره من كثرة بكائه من خشية الله تعالى. هذا التلميذي وخشوعه وتضرعه إلى الله، كانت آخر حياته أن فقد بصره بكثرة بكائه في خشية لله، عندما كان يتعبد كان يبكي كثيرا. فأين نحن من هؤلاء؟ ثم الآن ننتقل إلى شرح معاني هذا الحديث. إذن مدلولات الألفاظ والعبارات، أولا من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن؟ إذن ماذا؟ ما معنى ذلك؟ يعني الوصايا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يسأل من يأخذ من القوم وصايا ويطبقها في دنياه. ثم اتق المحارم، يعني اجتنب كل ما حرم الله وابتعد عن من أكل وشرب وعمل وكلام، كل ما حرمه الله في حياتك ابتعد عنه تكون من أعبد، وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. الرضا أو اقنع بنصيبك من الدنيا، والمقصود بالغنى هنا غنى الناس وعدم إلحاح في الطلب، يعني تكون أغنى الناس، لن تكون غنيا من ناحية المادية المحسوبية بالدرهم والدولار أو الأورو، وإنما ستكون أنت من أغنى الناس، ستكون من الناس الذين لا يحتاجون، لا حاجة لهم في الدنيا، سيكون نفسه وذاته مطمئنة إلى ما عنده، ولا يحتاج إلى أن يطلب الكثير والكثير والكثير. ثم أحسن جارك تكون مؤمنا، أي عليك أن تعامل جارك معاملة حسنة بالإحسان إليه ومساعدته وتجنب الأذى، تجنب الأذى له. ثم أحب الناس ما تحب نفسك تكون مسلما، أي أحب الخير للناس كما تحب لنفسك، تحب الخير لنفسك أحبه لغيرك. إن كنت لا تحب لنفسك لغيرك الخير فأنت كما في مفهوم مخالفة لن تكون مسلما. ولا تكثر الضحك فإنك تضحك تميت القلب، الضحك هو اللهو يميت القلب والنفس، أي أن لا يجعل الضحك خلقك في كل أوقاتك فتنشغل عن واجباتك الدينية والدنيوية، أن هذا الخلق يذهب إحساس قلبك ونورك، يعني تصبح أنت في كل أيامك اللهو والضحك. وهذا ما نلاحظه عند بعض الشباب مؤخرا، يحاولون أن يضحكون في كل شيء، يلعبون ويرفهون على أنفسهم في كل شيء، في الحصة الدراسية يحاول أن يضحك التلاميذ، في الساحة يحاول ذلك، في الشارع يحاول ذلك، بل نصبح أن نتسابق عن من يضحكنا كثيرا، من يضحكنا كثيرا يكون هو الذي يأخذ مالا كثيرا في المسابقات الفنية، وأصبح يسمى فن الكوميديا. طبعا إن كان هناك هدف محدد وليس في كثرته، فإن كثرته تميت القلب والنفس، بحيث لا يصبح القلب يستوعب كلام الله ولا يستوعب ضميرك ضميرا إنسانيا، يميت القلب والعياذ بالله أن يموت قلبك أيها المسلم. إذن لذلك لا تسأل ما أسلوب التواصل الذي استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، على ماذا تدل استجابة أبي هريرة، ما هي الكلمات الخمسة التي أوصى بها نبي الرحمة، كيف يرتقي العبد إلى أعلى درجات العبودية، وما تلي ذلك، بين الحكمة من اقتران الغنى بالرضا بما قسم الله، والمعنى وبما المعنى الحقيقي. هذه التساؤلات قبل أن أدخل إلى استنتاج المعاني من هذا الحديث. أو على ماذا يدل إحسان المسلم إلى جاره، بين بعض مظاهر هذا الإحسان، لماذا ربط الإسلام بين العبد ومحبة الخير للناس، أبرز آثار كثرة الضحك على القلب المرء وشخصيته. إذن ثم بهذه الأسئلة ندخل إلى أن نقول أن المستفاد من الحديث ما يلي. أولا بيان معنى العبادة، فهي ليست مظاهر وهمية ولا أشكال اجتماعية، بل العبادة هي الجمال والجلال والاستقامة في الشريعة. فإذا اجتنب العبد المحارم وابتعد عن الهوى فذاك التقي الصالح والعابد الزاهد الذي يحب الإسلام. ثم بيان الحديث بيان حقات الغنى، فليس بكثرة المال ولا بالعقار ولا بالثروات وتكديسها، بل الرضا بالرزق المقسوم، راحة النفس وطمأنينة القلب، والثروة هي كل نعم الله علينا كالإيمان والصحة. غير عمولاتك أو عملتك المادية،
دعوته إلى البر والإحسان إلى أقرب الناس له، وأولاهم بحسن المعاملة هو الجار. ثم دعوة الإسلام إلى حب الخير لجميع الأنام، فليس الدين إلا رحمة وعطفا، فليتحقق بالإسلام إلا من أحب الخير لجميع الناس. ثم دعوة إلى الخلق الرصين باجتناب حياة الهزل وتحذير من الإكثار من الضحك، فإن ذلك يتنافى مع وقار مسلم. فليست الحياة لهوا وعبثا، وليست هزلا وصخبا، بل هي في نظر العاقل حياة جد وكفاح وعمل ونضال. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم نجمل هذه المعاني فيما يلي، بحيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بخمس وصايا شملت العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق، لما لها من نفع بالغ الأهمية بالنسبة للإنسان في دنياه وآخرته، فهي توثق الصلة بينه وبين عامة الناس، وتجعله يحتل منزلة عالية في الدنيا والآخرة، وذلك بما يلي. إذا اتبعنا هذه الأمور نكون قد جعلنا الإنسان في طريقه الصحيح، جعلنا الإنسان في معاملة وأخلاق حسنة لمن ينفع به نفسه وينفع الأمة. إذن هذه الوصايا هي وصايا الخمس. أولا، الابتعاد عن كل ما حرمه الشرع ونهى عنه، كل ما حرمه الله يجب الابتعاد عنه. الرضا بكل ما قسمه الله من الأرزاق، ارضى بما قدر الله من رزقك طبعا، واجتهد واعمل. هذا لا يعني أن تتكاسل وتضمحل وتجلس إلى الأرض وتقول أنا هذا ما قسم الله. نعم، ارضى به داخليا واعمل. ثم ابتعاد عن كل ما حرم الله، يجب أن تبتعد عن كل ما حرم الله ولو حتى كذلك في طلب رزقك. ثم الإحسان إلى الجار، حيث حرم المسيء إليه من الدخول إلى الجنة، ولكثرة ما وصى به جبريل رسول صلى الله عليه وسلم ظن أن الله سيورثه، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يوصيني به جبريل ظننت أنه سيورثه. دعوة إلى الإحسان إلى الجار، كيف تنام وجارك جوعان؟ كيف تنام وجارك مريض ويحتاج مساعدتك؟ هل هذا هو إسلام؟ ثم محبة منفعة الناس كما يحب لنفسه، لا تكون أنانية تحب نفسك وتكره لغيرك. ثم عدم الإكثار من الضحك لأن يجعله يغفل عن ذكر الله وعن التفكر ويقظة الضمير ويضعفه في مواضيع الجد. إذا كنت كثير الضحك والهزل والله، أولا تغفل عن ذكر الله، ثم لا تستطيع أن يكون عقلك وقلبك يتفكر ويقظا دائما بضمير حي، سيموت ضميرك، ثم يضعف في موضع الجد، بحيث أنك تصبح في بعض الأحيان تحتاج إلى القوة، تجد نفسك ضعيفا أمام زملائك، أمام الناس، أمام بعض الخصوم. فالمسلم يجب أن يكون تقيا قويا متضامنا، يحرص على نصح الآخر، تهمه منفعة أخيه المسلم ومصلحته كما تهم منفعته مصلحة نفسه. إذا كنا قد فهمنا هذا الحديث، انطلق من معارفك السابقة وقلنا ما هي بعض القيم الإسلامية للتعاون مع غير المسلمين. ثم أعضاء المدرسة، أبرز ما يحث على الإحسان إلى الجار والوفاء بحقوقه. ثم ماذا تنصح به بعض المسيئين إلى جيرانهم المسلمين وغيرهم المسلمين. في الختام نعطيكم إعلانا قبليا للحصة المقبلة إن شاء الله، وهي حصة القرآن الكريم. إذا كانت الوصايا الخمس تعكس مواصفات الإيمان الصادق، فإن الأعراب زعموا بلوغه مرتبة الإيمان، فكيف رد عليهم القرآن وما هي صفة المؤمنين الصادقين؟ بهذا ننهي حصتنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن نكون من يتقي المحارم، وأن نرضى بالأرزاق، وأن نكون محسنين إلى الجيران، وأن نكون عابدين مقربين مبتعدين عن الضحك والهزل. بهذا نختم حديثنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.